مبادرة عسكرية في مجال زراعي، القصد منها توفير الأمن الغذائي في البلاد، الأمر الذي دفع كل من المستشار المالي والإداري للموارد البشرية للإدارة العامة للأقسام الأمنية لمؤسسات الدولة دي جي سي العميد موسى تيمان كينيا برفقة مدير الهندسة العسكرية للإدارة العامة للأقسام الأمنية لمؤسسات الدولة العقيد صبي صندل محمد إتنو إلى جانب قائد الفرقة الزراعية المقدم جاردي مهاجر ماكن، زيارة تهدف إلى تفقد سير العملية الزراعية التي هي من جهود المدير العام للإدارة العامة للأقسام الأمنية لمؤسسات الدولة دي جي سي الجنرال محمد إدريس ديبي إتنو بعد إنشاء الفرقة الزراعية داخل الإدارة العامة للأقسام الأمنية لمؤسسات الدولة دي جي سي. نحن تحت إدارة دي جي سي جينا نمثل كوماندومان دي جي سي عشان نجي نشوف الزراعة ده عامل ماشي كيف وماشي ناس ده عملوا شنو. كلفونا عشان نجوا نفقد الزراعة ده ماشي كيف وعمل كيف زي ما شفتوا ماشي الزراعة ده، يعني السنة ده يكون حققوا نجاح كبير جدا جدا، وزي ما شاهدتوا انتم كلهم الزرع ده يكون زرع يعني زرع كبير تقريبا يعني 3 هكتار ناس زروها زروها فوق خلة ودرابة زي ما شفتوا تاندش مصر يعني تبقى زرع كبيرة جدا، عشان كده يعني جينا نشوفه هم ذاته عملوا كيف والأساكر اللي كان علينا جينا شفناها ذاته عندهم مرال حنان دعانويات عالية، والليلة زي ما شفتوا قاعد يشتغلوا في كل المحل ويكتوا لقيتوا الدرابة اللي قاعد يكتوا في محلات ده كله شفتوا، عشان كده إن شاء الله من هنا لقدام نوصي كل جيش كل الفروع الموجودة في التشات أنا نقول لكم مثل ما الدي جي سي قام فوق كل جيش ده يقوموا يزروا برنامج زي ما رئيس الجمهورية كلف أنه في أمن الغذائي مفروض أن نزروا بأيدينا. مزرعة تمتاز بخصوبة تربتها واسعة أرضها مدعومة بشجاعة عسكرية وخبرات هندسية زراعية. لقينا في الزير ده لقينا من ديريكسيون جنرال دي جي سي هما ميا كلفونا انا اسا جبل جينا سو شفنا كلنا ده بس واسا كان سو مشي لا انا بروشين ده الله قال قام قال امين ده نسو من ده كبير ومن ده كل كتير نسو وجو ده كان الله زارنا نشوفه. كما تعرف العميد موسى تيمان على كل الآفات التي تضر بالمحصول الزراعي ووعد كل العمال بتوفير المبيدات القاتلة لهذه الحشرات. الفرقة الزراعية وعلى لسان قائدها جاردي مهاجر عبر عن فرحته بهذه البادرة وأضاف: إلى عمل بتوجيهات السيد رئيس الجمهورية رأس الدولة القائد الأعلى للجيش الوطني إيمانا منا بأهمية الزراعة في الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية للبلاد، وقد تكونت هذه الوحدة داخل قوات الحرس الجمهوري بتاريخ 2/5/2018، أي ما زالت هذه الوحدة في فترة النمو عن أمر لا يتجاوز 3 أشهر ونص، وخلال هذه الفترة الوجيزة قمنا بتنزيف أكثر من 300 هكتار وزراعته، والنتيجة كما ترون الآن، وكل هذا جهد ذاتي من الدي جي سي ومن المدير العام للدي جي سي الذي قدم لنا الدعم المادي والمعنوي مما ساعدنا لإنجاح هذا العمل. ويشار إلى أن مثل هذه البادرة أنها تسهم بشكل كبير في توفير الأمن الغذائي بالبلاد وتقل من حدة البطالة في وسط المجتمع التشادي، فبمثل هذا فلتعمل كل كتائب الجيش، فالأرض غنية والجند شجاع أينما نزل.